اختلف الفن بين الماضي والحاضر، وتنوع الذوق الموسيقي وشاع دمج الدراما بالغنى، فصرنا كتير نلاقي ممثلين بغنوا بمسلسلاتهم، بعضهم بينجح والبعض الآخر بيفشل بالتجربة، الأمر اللي بيتسبب بتغيير ملامح الطرب واختلاطه ببعض الشوائب الموسيقية، وهيدا بالفعل اللي اتهم فيه الفنان محمد رمضان من بعض الإعلاميين وعمالقة الفن، وخصوصا بعد ما منح تصريح لإقامة حفل غنائي ليوم واحد بأحد المراكز التجارية بالقاهرة، علما بأنه عنوان الحفل رح يكون أقوى حفل بمصر. مين هن هيدول الأشخاص اللي حاربوا حفل محمد رمضان؟ وبشو وصفوا أغانيه؟ تابعوا معنا التفاصيل بهيدا الفيديو، لكن قبل المتابعة ما تنسوا النقر على زر الإعجاب، الاشتراك بالقناة وتفعيل التنبيهات لمتابعة الجديد. مشاهير هاجموا محمد رمضان. منبلش جولتنا مع المشاهير اللي هاجموا الفن اللي عم بيقدمه النجم محمد رمضان، وأولهم كان المطرب الكبير هاني شاكر. فالفنان القدير اللي يوصف بأنه أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر هاجم محمد رمضان بعد ما أطلق فيديو كليب أغنية مافيا، ووصف هيدا النوع من الأغاني بأنه مش متلائم مع مجتمعنا الراقي. كما طالب هاني شاكر هيئة الرقابة بوجوب التدخل لوقف هالكليب، وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج بالورقة والقلم اللي بيقدمه الإعلامي نشأة الديهي بأنه مع الأسف لا يمكن لنقابة الموسيقيين التدخل لمنع الفيديو كليب طالما أنه صاحب الأغنية حاصل على تصريح من الرقابة. مش بس هاني شاكر، الموسيقار حلمي بكر كمان كان له موقف سلبي من النجم محمد رمضان، فاعتبر حلمي بكر من أشد الفنانين مهاجمة لأغاني محمد رمضان، وأكثرهم اعتراض على منحه تصريح بإقامة حفله الغنائي بالقاهرة، وقال بسخرية حيغني فيه إيه إن شاء الله. كما أضاف حلمي بكر بأنه لو تقدم محمد رمضان للنقابة فهو رح يسقط وما رح ينجح بلجنة اختبار الأصوات، وأنه بدوره ما بيمانع من غنائه ضمن أعماله الدرامية بطابع درامي، بس هو غير مقتنع بموضوع منحه تصريح لإقامة حفل غنائي ضخم. ويعتبر تهكم حلمي بكر واستنكاره لأغاني محمد رمضان تتم لمسلسل النقد بعد إطلاق محمد رمضان لأغاني لأثارة الجدل بالرغم من انتشاره. الإعلاميين جميل عناية وبثينة توكل كان لهم عبر برنامج القاهرة واليوم اللي بيعرض على قناة اليوم موقف سلبي أيضا من النجم محمد رمضان. فالإعلامي جميل عناية سأل الفنان محمد رمضان بعد إطلاقه لفيديو كليب مافيا، يعني إيه مافيا؟ هل معناها إنك بتاخد حقك بالدراع؟ كما انتقدت الإعلامية بثينة توكل بدورة أيضا أسلوب وأداء الأغنية ذاتها بقوله فين التواضع يا محمد يا رمضان؟ الفنان الكبير محمد صبحي وبنفس الإطار استنكر كليب مافيا ووصفه بالعشوائية، وأشار إلى أنه مجرد استثناءات عابرة ورح تزول مع الأيام والوقت. وعبر مداخلته ببرنامج بالورقة والقلم استشهد محمد صبحي بحوار سبق أندار بينه وبين الفنان الراحل فؤاد المهندس، لما شكروا الأستاذ المهندس على محاولته تطوير نفسه بعد تقديمه لمسرحية أنت حر، عكس اللي عم بصير بأيامنا هاي. أخيرا الفنانة بشرة أطلقت بدورة أغنية كوبرا اللي ردت فيها على أغنيتي نمبر 1 والملك للفنان محمد رمضان، ووجهت رسالة خفية له من خلال كلمات أغنيتها بأنه عليه أن يترك الغرور ويتحلى بالتواضع حتى ما يفقد محبة الجمهور. من بعد مافيا ومن بعد كل هالمواقف كمل محمد رمضان بمسيرته الفنية، وأصدر مؤخرا سلسلة أغاني توجن بفيديو كليب بعنوان فيروس، أثار كمان المزيد والمزيد من الانتقادات. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.